السلام عليكم، عصابة الربح، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معانا النهاردة موقع استثمار جديد لعملة الروبل، بيديك 105% بعد يوم. الموقع طول ما موقع الاستثمار طول ما النسبة بتاعته قليلة، طول ما الموقع دون عارف انه صادق وهيستمر. الموقع بتاع النهاردة لسه في يومه الاول، نروح كده الموقع على طول. ادي الموقع اهو، الموقع دون طبعا اللغة بتاعته الروسية عشان الموقع دون بيتعامل بالروبل. لو نزلنا كده الموقع دون لسه في يومه الاول، النهارده 3/9/2020، الموقع دون في اول يوم ليه. دي اجمالي الايداعات في الموقع، دي اجمالي السحوبات، دي اجمالي عدد الناس اللي مسجله في الموقع. تعالى كده نشوف الخطط مع بعض. الخطه الاولى بتدي 105%، حددنا الايداع 100 روبل لحد 1000 روبل، بعد 1000 روبل تاخد 110% كل دون بعد يوم واحد، و 150% ابتداء من 5000 روبل، 250% بعد 15000 روبل، وهنا مثلا بعد 10 ساعات، وهنا بعد 20 ساعة. لو نزلنا كده تلاقي هنا الموقع بيتكلم عن نفسه، ننزل هنا نشوف اخر الايداعات، اخر السحوبات من الموقع. هنا دي اخر ايداعات من الموقع، ودي اخر السحوبات من الموقع، تقدر تشوفها. وطول ما دي شغال اعرف ان الموقع شغال ومش هينصب دلوقتي. لو دوسنا كده على كلمة تسجيل من فوق عشان نسجل في الموقع، بنكتب اللوجن بتاعنا والايميل والباسورد، بنكرر الباسورد وبنحل الكابتشا، نكتبهم كده. بعد ما بتكتب بياناتك كلها بتدوس على التسجيل، يجي معاك خلاص كده سجلنا في الموقع. ولو انت عندك ترجمة تلاقي الموقع بتاعك بيترجم. ازاي بقى نعمل ايداع في الموقع ده؟ بندوس على ديبوزيت من هنا، بيحولنا لصفحة الإيداعات، بنختار الخطة اللي احنا عايزين نبدأ فيها، وهنا سايب لك آلة حاسبة تقدر تحسب فيها أرباح، بيقول لك لو انت وضعت كام تكسب كام والنظام ده. الموقع هنا بيدعم كذا حاجة، بالبرفكت ماني والأدفي كاش، دي الحاجات اللي احنا بنستخدمها يعني. والباير لو دوسنا كده على إيداع جديد، محددناش المبلغ، هنكتب هنا المبلغ اللي احنا عايزين نعمل بيه ايداع، مثلا 1000 روبل، وبنحدد زي ما قلتلكم المحفظه اللي احنا نودع فيها، وبيحولنا ادي محفظه الباير وبيقول لك 1000 روبل، بتدوس على كونتينيو بيكمل معاك عادي جدا. نرجع دلوقتي للصفحه بتاعتنا، عشان تعمل سحب بتدوس على سحب الاموال من هنا، بتحدد انت هتسحب كام، وبتختار نظام الدفع اللي انت اودعت بيه، وبتقدر تسحب من غير اي مشاكل. بندوس على الاعدادات هنا، لو عوزنا نغير اي حاجة في الاعدادات بتاعتنا في الموقع، لو عوزنا نضيف المحفظة بندوس على رقم الحساب، نختار النوع تحت وبنضيفها من غير اي مشاكل. هنا الدعم سبورت اونلاين معاك 24 ساعة، بتحط التذكرة وبيتم الرد عليها في وقت قليل جدا. هنا الشركاء، لو انت حابب تستفيد بنظام الإحالة، هنا لينك الإحالة وبتكسب منه على حسب هو محدد لك تكسب كام في المية. الموقع فيه 3 مستويات، المستوى الأول 5%، المستوى الثاني 2%، والثالث 1%. بس كده، ده كان شرح النهاردة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.